ولمزيد حول الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من أربيل مسؤول القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين الدكتور أحمد الخطيب. أهلا ومرحبا بك دكتور. بداية، قدمتم بالتعاون مع منظمة أم القرى مساعدات إنسانية ومنح مادية للعائلات النازحة في الجانب الأيسر من الموصل، هل لك أن تحدثنا أكثر عن هذه الحملة؟ السلام عليكم، تحية طيبة لكم ولمشاهدي قناة الرافدين. حياك الله. أخي، ضمن مشروع هيئة علماء المسلمين الإغاثي الكبير العراق الجامع، وزع القسم الإغاثي في الهيئة بالتعاون مع منظمة أم القرى الإغاثة الإنسانية المنح المالية على 400 عائلة في مدينة الموصل. شملت توزيع العائلات المتعففة وذوي الاحتياجات الخاصة المعاقين الذين لا يستطيعون الحصول على قوت يومهم، كذلك الأطفال المصابين بالشلل الدماغي. يعني هذه العائلات المستهدفة من خلال الحملة. كذلك شمل التوزيع الأرامل والأيتام. تم التوزيع في منطقة الرشيدية في الجانب الأيسر وتحديدا في جامع الخبر. بالمناسبة فإن هذه الحملة هي الثالثة التي ينفذها القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين بالتعاون مع منظمة أم القرى، وكان إجمال عدد العائلات المستفيدة من هذه الحملات الثلاث حوالي 1200 عائلة متعففة تسكن مدينة الموصل. وبدورها تقدمت العائلات بالشكر والامتنان لهيئة علماء المسلمين التي كانت ولا زالت تقدم المساعدات الإغاثية المنح المالية للعائلات النازحة والعائلات المتعففة. في المقابل، يعني نرى أن كثير من المنظمات والهيئات الإغاثية الحكومية والمحلية عزفت عن تقديم المساعدات الإغاثية في وقت يعني حقيقة تعاني هذه العائلات التي عادت إلى الموصل تربي الواقع المعيشي وارتفاق وجود فرص عمل. هذا ما يعني أكدت لنا العائلات وطلبوا من هيئة علماء المسلمين المزيد من الحملات. نعم. من المعروف أن الجانب الأيسر من مدينة الموصل تعرض لأضرار كبيرة جراء العمليات العسكرية، كيف تصفون الوضع هناك وإلى أي مدى يحتاج لمساعدات؟ يعني مثل ما ذكرنا أنه يعني تردي الواقع المعيشي وعدم وجود فرص عمل وعدم وجود مشاريع حقيقية للنهوض بالواقع الخدمي في مدينة الموصل وخاصة في الجانب الأيسر. هناك يعني بطالة واضحة، هناك عائلات كثيرة تعاني من أمراض يعني مزمنة، وإضافة إلى يعني الأطفال الذين يعانون من شلل دماغي والمعاقين، فهؤلاء يحتاجون إلى رعاية خاصة ويحتاجون إلى الأموال حتى تستطيع عوائلهم يعني أن تشتري لهم الدواء. وكانت هذه الحملة حقيقة يعني مساعدة نقول عنها بسيطة جدا لرفع المعاناة عن هذه العائلات النازحة. يعني مدينة الموصل كما تعلمون وكما لا يخفى على المتابع، يعني نسبة التدمير فيها كبيرة. يعني الجانب الأيمن أكثر من الجانب الأيسر، تحتاج إلى جهد دولي، تحتاج إلى جهد حكومي حتى تستطيع أن تنهض بالمحافظة. مسؤول القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين الدكتور أحمد الخطيب، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.